معانا الباور فاكتور حوالي 4 496 من 1000، ده صح لأن احنا واخدين بيريود كاملة. نخش على الدايرة اللي بعد كده. بعد كده أعتقد اللي احنا ابتدينا نتكلم على الفول ويف كنترول، فنقفل السيميوليشن ده ونروح نفتح الدوائر بتاعة الفول ويف كنترول. ممكن نمسح بقى الحاجات اللي احنا مش عايزين نشتغل من عليها دلوقتي ونفتح اللي هو رقم 5. طبعا اللي انت شايفه ده عبارة عن الأربعة سيرستور. طبعا في بلس 2 بلس جنريتور بس، لأن في 2 سيرستور بيبقوا شغالين مع بعض. بص هتلاقيني مدي إشارة لواحد مع السيرستور الأولاني أهو، مع الديسبلاي بتاع السيرستور التاني، والسيرستور التالت عملت لهم ديسبلاي بس. طبعا ده عند حضرتك ده الـ VEC بتاعك الـ V-Source، وادي الـ I-Source RMS، وادي الـ I-Output RMS اللي هو بيبقى موجود مع المقاومة، وادي قيمة المقاومة 10 والـ VDC عليها كذا. أهم حاجة في الدايرة ديت بعد ما أنت رسمتها اللي أنت تحط البلصات صح. فأنا حاطط البلصة الأولانية من 30 ل 180، البلصة التانية هتلاقيك تعمل لها من 210 ل 360. ايه بقى اللي انت عامله ده بالظبط؟ دي الجزء بتاع اللي انت بتحط هو البلصه هتفضل شغاله قد ايه بالظبط وبتكتبها كامله. دي طريقه انا قلت ان احنا بنستخدمها. طب ما انا ممكن نستخدم حاجه تانية، ممكن بس اشوف الرسمه بتاعت ديت وبعد كده نستخدم اللي هي بتاعت انت دي اشتغلت من 30 ل 180، فبتبقى انت عارف ان التانية هتشتغل بعد الاولانيه ب 180، يعني هتبتدي من 180 زائد 30 اللي هو 210. 210 هتشتغل هي كمان قد ايه؟ تقول لي 180، فبتشتغل من 210 ل 360، وبعد كده الدورة بترجع تشغل نفسها تاني لأن أنت هتبتدي الرسمة بتاعتك من عند ال 30. فأنت والله هنروح نعمل السيموليت. فأنت عايز ايه بالنسبة لك؟ عايز والله ال V أوت، أدي ال VDC. طالع معانا والله فعلا من عند ال 30 ان السيرستور الاولاني اشتغل، الثاني اشتغل بعديه برضو اللي هو قعد ال 30 وبعد كده رجع اشتغل معانا وبعد كده وهكذا. احنا عملنا كنترول مع الرسمه بتاعتنا. عايز تحسب لها اي حسابات وتقارنها بالارقام مفيش اي مشاكل، هتظبط الاثنين كروسر على 20 مللي سكند بالظبط وتحسب اللي انت عايزه. انت عايز تحسب الافرج موجود، الار ام اس موجود، عايز تحسب اي حاجه تمام. بيقول لك البار فاكتور مش هتقدر ترسمه غير باتنين كيرف مع بعض، وده مظبوط. واحنا قلنا ان البار فاكتور لازم اتنين كيرف، الكيرف بتاع الاي سورس ار ام اس والاي سورس ار ام اس. طب عايزين نشوف البلصات بقى عشان نقارنها بالبلصات التانية. احنا ما نزلناش اي ويف فورم للبلصات، فممكن ان احنا ننزل اتنين كده فولتج بروب، ادي الاولاني وادي التاني. هنسمي ده بما انه ده، يبقى هو ده جيت واحد. نسيف الكيبورد كان معلق، فده جي واحد، وده بالنسبة لنا الجي اتنين. ونروح نشوف رسمة البلصات عاملة ازاي. هل هي رسمة البلصات دي أهم حاجة عشان هي اللي اعتمد على الخارج؟ فادي جيت واحد وادي جيت جيت واحد ابتدت من عند 30 ل 180، دي الفترة اللي هو السيرستور الأولاني اشتغل فيها، بعد كده التاني اشتغل من 210 لحد 390. طبعا الفترة اللي هي في البداية دي بترجع تتكرر تاني مع الموجة من الأول وهكذا. ده شكل البلصات اللي هو البرنامج ده ساعات الناس بتشتغل عليه بلصات زي دي. طبعا احنا بنبقى شغالين عند البلصة في بداية الفترة بس، فأنا قلت لحضرتك عادي إن احنا نظبط. أنت مش بتقول إن البلصة الأولانية من عند ال 30؟ يا عم، فأنت هتروح تقول له والله أنا هشتغل من عند 28.30، البلصة الأولانية هيجي لي هنا، هو أوتوماتيك هيكررها كل 180 درجة. وأنت والله ده البلصة التانية هي بتبتدي من عند مين؟ من عند 210؟ يبقى أنت قول لي من 210 وبس هبدأ قبليه.
هتبقى تقريبا من 208 ل 210. ونروح نشوف شكل البلسار اللي معانا كالآتي. هتبقى run simulation، ادي البلسة الأولانية، دي اللي احنا بنبقى شغالين عليها، واوتوماتيك رسم البلسة عند التلاتين وكررها كل 180 درجة، لأن ال 180 عم بتبقى عند ال 20 مللي سكند، فهو اوتوماتيك بيكررها كل 180 درجة. وادي الجيت التانية، ابتدت من عند الجيت التانية، تقريبا اشتغلت من عند الموجة الكاميرا، آسف، بتشتغل عند ال 20 مللي سكند. فهو البلسة الأولانية جت هنا ورجع إن هو كررها بعدها ب 360، لأن البلسة التانية هتجيله من الجيت التانية. في ال 20 مللي سكند دي، أنا آسف، دي بتاعت ال 360 كلهم كاملين، إن 1/20 مللي بيديك التردد الكامل اللي هو ال 50، فيبقى ده زمن الدورة. أنا كنت بتأكد منها من خلال الحاسبة، مظبوط. والتانية هكذا. تعالى بقى نشوف شكل الويف فورم، هل هيختلف عن المرة اللي فاتت ولا هيكون زيه بالظبط. ده هو ناسم نفس الويف فورم بالظبط. يبقى انت عندك حاجتين، يا اما انت تقول ان البلصة بس هتبقى موجودة في الفترة ديت وهو اوتوماتيك هيكررها لك كل زمن دوري، ويا اما اللي انت تقول لحضرتك ان البلصة بتاعتك هتشتغل من المدة دي للمدة دي، يعني انت تقول حلو كاملة، انت عايز تقسم البلسة ان شاء الله تشتغل بس 5 درجات، تقول له من المدة دي للمدة ديت هي هتشتغل في الفترة دي. وطبعا انت فاهم، وصي يستر، طالما ان هو خد البلسة خلاص هو هيفضل شغال، طالما الفي انود اكبر من الفي كاس، وطالما اللي احنا ما بنلعبش اصلا في الحتة بتاعت اللاتشنج كارنت ولا الهولدنج كارنت من هنا، احنا شغالين كل حاجة ايديا، فبالتالي هو بمجرد ما بيجيله البلسة بيشتغل، وتقدر تحسب الحسابات كلها اللي انت عايزها وهكذا. طبعا الدوائر بتحس ان شكلها كبير وبتاع، بس لما بتيجي تنفذها بتلاقيها، لما بتيجي تاخد كوبي بيست من كل دايره اللي بعدها بتلاقي ان العمليه تمام جدا. بعد ما احنا خلصنا الفول ويف ويز ار، اعتقد الدوائر اللي بعد كده بتبقى فول ويف بس ويز ار ال، وبنشوف الحته بتاعت الكونتينوس والديس كونتينوس. فخلينا نشوف مع بعض كده، احنا اخر حاجه فاتحينها دي، فاعتقد ان احنا دخلنا على 6. هنا 6 نفس الدايرة، مفيش أي مشاكل، برضو ممكن اللي أنت عايز تظبطها زي التانية تمام. هنا بيشتغل الموجة كاملة، عايز إن أنت تخليها بس بيشتغل عند الجزء اللي هو بيبقى فيه بالظبط، عادي. نخلي دي 28 وأخلي دي 30، بحيث يبقى الشغل بتاعنا ماشي زي شغل السكاشن بالظبط. وأخلي دي 208 مثلا، وأخلي دي 210. يبقى انت البلصة التانية جاية لك ب 180 زائد كذا، اللي هي هتبقى عبارة عن 210، مفيش مشاكل. ولما تيجي تبص على الرسمة، طب ايه الجديد هنا؟ الجديد بقى اللي انت هنا في اكتر من ورقة، على حسب قيمة الملف ده هيفرق معايا كتير. فانا هصغر قيمة الملف ده واروح اشوف الخارج هيبقى عامل ازاي، هل هيلحق يشحن، هل هيعمل. فانا والله ادي الفي سول صار ميس اهو، الرسمة كانت بتطلع معايا وتنزل بالماوس بالمؤشر بتاعك، تقدر ان انت توسطنها تطلعها تنزلها زي ما انت عايز. وبعد كده هنرسم، والله عايز ارسم ايه؟ عايز ارسم الفي دي سي اللي هو الخارج بتاعي. الخارج بتاعي طالع معايا بالشكل ده، هو طالع معايا ان الشكل بتاعك هو عبارة عن مصفر في الجزء اللي هو السيرستورز مش شغالة فيها، طالما بلس لسه ما جالهاش مش شغالة فيها، يبقى شغال عادي زي المرة اللي فاتت، كأن وجود الملف مش موجود، شغال على وضع ديسكونتينوس. ده بحاول اكبر قيمة الملف ده واشوف الرسمة هتروح لفين. هو تقريبا بقى 1/10 هنا، يبقى مي حوالي 100 مللي. 100 مللي هو مش كبير قوي، يعني ممكن نخليه مثلا 2/10 مللي اللي هو 200 مللي، هو كده اكبر بكتير من اللي احنا كنا عاملينه. ونشوف شكل الرسمة هيبقى عامل ازاي. فاللي انا عايز اشوفه بس هو الفي اوبوت على طول، فاحنا نشوف الفي اوبوت على طول. ادي الفي دي سي، طالع معايا. بص ان الملف في الجزء ده ابتدى يفرغ، الشحنه اللي فيه لحد ما اشتغل في الفتره اللي بعد كده، وده اللي بيوضح لك الفرق ما بين الكونتينوس والديسكونتينوس. تقدر ان انت تحسب الافريج بتاعتك وتشوف وتقارنها بالشغل اللي انت واخده، القوانين بتاعتك بالظبط هتطلع نفس الحسابات، مفيش اي مشاكل. حوالي 218 فولت، ده الفي اوت افريج في الحاله دي. ده بس الفرق اللي هي بتاعت الدايره اللي بعد كده الار ال اللي هي كونتينوس وديس كونتينوس، بيعتمد على قيمه الملف، لان قيمه الملف دي هي اللي هتقدر تخزن
يبقى هو على حسب الفاليو بتاعت البتاع، ممكن نشوف فاليو تانية مثلا وليكن حاجة زي كده، دي عبارة عن 20 جنيه، ده اللي هو ايه برضه ممكن يكون ان هو هيلحق يخزن حاجة بسيطة فيفرغها، بس ممكن ما يقدرش ان هو يكمل المدة كاملة. وهوريلك في حضرتك اللي انا بتكلم عليها دلوقتي دي في شيء. بص هنا، لا هو هنا برضو اللي هو قدر يعملها كاملة، فانا ممكن بس ايه نخلص سفره كمان، يعني نخليه واحد يجي كده. هنا برضو نزل حاجة بسيطة جدا مش باينة، ممكن نكبر سنة نبان. كده بقت ملف 8 مللي. هو ده الجزء اللي انا بتكلم عليه بتاع الحتة بتاعت الديسكونتينوس، ان الراجل هو الملف بتاعه قدر يخزن، بس ما قدرش يخزن الفترة كلها اللي هو يقدر لحد ما استنى السيرستورز التاني يشتغل، هو خزن قيمة بسيطة جدا اللي هو قدر وبعد كده رجع. يبقى انا وريت لحضرتك الكونتينوس والديسكونتينوس على حسب قيمة الملف، وتقدر ان انت تشوف كل حاجة. ممكن دايرة زي ديت نضيف عليها بس مثلا البطارية ونشوف الدنيا فيها ايه. فاحنا هنروح دلوقتي اللي احنا ننزل من element، هنجيب السورسز اوف فولتج، عايز دي سي باتري، عايز اللي انا احطها معاهم هنا. وممكن اللي احنا بقى نمسح الجزء ده والجزء ده، نوصل الملحوظة اللي أنا عايزك تاخد بالك منها، إن ساعات أما أنت بتيجي مثلا تشد سلك من هنا تعديها فوق إن هي توصل هنا غصب عنك، فمعلش خد بالك إن أنت وأنت بتوصل سلك من فوق سلك إن ما تحصلش العلامة ديت، بحيث إن هي لو حصلت كده هي وصلت غصب عنك. فادي البطارية وقيمتها 100، والمصدر بتاعنا قيمته 311. ونشوف الدايرة، دي دايرة بقت عبارة عن RLE. طبعا RLE في حالة إن هي كان ليها وضعين برضه، يا إما كونتينوس ما كانتش إن هي بتفرق كتير جدا عن الـ RL بس. طبعا القوانين دي حاجة تانية في حل المسائل، والويف فورم هيطلع لك الأرقام بالظبط، بس أنا بتكلم كويف فورم جوهري. لو أنت شغال كونتينوس و RLE ما كانتش بتفرق عن الـ RL حاجة. فتعالى نشوف كده السيميليت اختلف معانا في إيه لما إحنا حطينا البطارية. لما احنا حطينا قيمة البطارية كل اللي اختلف معاك في الفترة اللي هو ما كانش بيبقى شغال فيها هي بتبقى قيمة الـ E، إن الرسمة بتاعتك ما ابتدتش من عند الصفر، هي ابتدت من عند الـ E، وتقدر إن أنت تحسب كل القوانين اللي أنت عايز تحسبها سواء اللي أنت هنا. طبعا أنت بتتكلم هنا ديسكونتينوس، لو أنا كبرت الراجل ده شلت منه هنا صفر بقى عبارة عن 80 مللي كده، أنت الرسمة تلاقيها إن هي اندمجت مع بعض. هنا هو ابتدى بس في البداية الفترة الأولانية، وبعد كده بقى عبارة عن كونتينوس عادي، بيوصل إن هو الويف فورم ما بقتش بقت متصلة مع بعضها، ما بقتش إن هي متقطعة زي الرسمة اللي فاتت، وتقدر تحسب اللي أنت عايزه. ده بخصوص اللي هي الدوائر كلها كانت بتاعت الريكتفاير السنجل فيز كلهم. أعتقد بعد كده اللي إحنا هنبتدي نعمل دوائر ثري فيز. كده اللي جاي بعد كده هي دوائر السي فيز بإذن الله.